يا مساكم الله بالقبور، صليتي على رسول الله. اليوم رعوا لا قلنا بالله، عادنا بسم الله، شغلنا مكين، والان بنشوف الناعودين وبالدك. رعونا من الصباح واحنا اللي ترقب الوضع بين ابراهيم البكري وبين لا حسين هرهره. وما دام الله جمل الحال الان بنسكن وبان الا دكين، وما نزل من الا من السماء تلقيتها الارض. المهم بلغوا خالص تحياتنا وتقديرنا واحترامنا للاخ ابراهيم البكري، وقولوا له جمل الله حاله والله يرفع قدره في الدنيا والاخره، وبيض الله وجهه بياض الشمس هذه اللي بالسماء. اليوم ابراهيم البكري فعل موقف للتاريخ، اشهد لله انه رجل ابن رجل ورجل اصيل ومن عود اصيل. ورسالة أخيرة إلى حسين هرهرة وإلى أمثال حسين هرهرة، شوفوا مش كل قضية بيكون غريمكم إبراهيم البكري. اليوم انتوا وقعتوا بغريم ابن ناس، ابن ناس ومن عود أصيل، إنسان أصيل والعروبة يعني تقرح داخل دمه. تروا مش كل غريم إبراهيم البكري، كل واحد يعلقها حلقة بذنه، ومنشل السلاح على جنبه ما شنه بيقتل الناس بالشوارع ولا بالطرقات. السلاح يقع للضرورة، للضرورة، لا قد ما هنبات حس الواحد بيتعبث فيك، ما معك إلا سلاحك، لكن إنك تقتل لك الناس على هذه الشبعة وبوقف في الطرقات ولا في الخطوط، عيب الكلام. المهم نكرر تحياتنا وخالص تقديرنا إلى الأخ إبراهيم البكري، جمل الله حاله وأخلف الله عليه وعلى أهله بخير، ونسأل الله أن يعوضه في الدنيا والآخرة.